ايه اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بيكم. بتجدد لقائنا النهارده وحلقه جديده من برنامجكم نور الحياه. النهارده حلقتنا مهمه جدا وبتهم كل بيت وكل اسره، وزي ما عودناكم مع ضيفتي اللي منورانا ومشرفانا وعملنا معاها سلسله حلقات كانت جامده جدا، الاستاذه داليا عزام. النهارده هنناقش معاها موضوع جدا برضو خاص بالطفوله، هنتكلم في موضوعات كتير جدا للاطفال، سواء العنف عند الاطفال والعدوان والسرقه والكذب. هنتكلم في موضوع كتير جدا النهارده من خلال حلقتنا مع ضيفتي الجميله منورانا ومشرفانا النهارده الاستاذه داليا عزام، اخصائي صحه نفسيه وارشاد سلوك وتعديل سلوك. نورتينا يا استاذه داليا، وبقول لك الحمد لله على السلامه. والاجازه اللي فاتت ناس كتير جدا سالونا عليكي، وجات لنا اسئله كتير جدا على الصفحه، عارفين طبعا مع حضرتك تخصص كبير جدا واسم كبير في مجال حضرتك وقيمه علميه كبيره صراحه بجد والله يا دكتور، يعني ما شاء الله، وبتبسطي المعلومه جدا لكل المشاهدين وبتقول لهم ازاي يتعاملوا سواء في حياتهم الخاصه او مع اطفالهم. يا رب. فالحقيقه الموضوع بتاع النهارده يعني من الموضوعات المهمه جدا. كتير جدا من الاهالي يا دكتور بيشتكوا ان اولادهم عندهم عنف وعدوان، وحتى مع اخواتهم، يعني مش شرط ان هم يعني مش شرط ان هم مع اصحابهم بره وهم بيلعبوا بره، لا يعني حتى مع اخواتهم مع اقارب او في البيت، كل حياتهم حتى لو بيلعبوا تحس ان فيها يعني اسلوب من العدوانيه شويه كده يا دكتور. ففي البدايه كده تعرفينا يعني ازاي بقى ايه هو العدوان وازاي نتعامل مع اطفالنا واتعامل معاهم ازاي. الاول هو احنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت على ان في حاجه اسمها احتياجات نفسيه للاطفال، والحاجات دي احنا قلنا مهمه جدا زي التطعيمات اللي ضد الامراض العاديه، ان احنا الحاجات دي بنسميها، انا بالنسبه لي انا بسميها التطعيمات النفسيه اللي هتمنعني ان انا بعد كده احمي الولاد، خليني احمي الولاد من الاضطرابات اللي احنا قلنا عليها زي العدوان والكذب والسرقه هنناقش برضو ان شاء الله ربنا يبارك في وقت حلقتنا، ونحاول ان شاء الله برضو ان احنا نرد على جزء من الاسئله. تمام. الاحتياجات دي هي اللي بتمنع الكلام ده نتيجه الريتم السريع للحياه. ما بيناش نهتم ان احنا ندي ولادنا الحاجات دي اللي هي كانت الحب بلغته الخمسه، الاهتمام، التقدير، الاحتواء، الامان، التفهم، الحوار، انه افهم ابني انه متشاف، لان الاولاد معظم تصرفاتها هي عايزه تبين لاهلها انا هنا. فلما ده ما بيحصلش بيبتدي يحصل اضطرابات في السلوك، عشان ادي جرس للاهل في نقص في حاجه. يعني انا لما باجي اعمل اكله ونقص منها حاجات مهمه مش هتنجح، مش هتنجح. في نفس القصه انا لما بشيل الاحتياجات النفسيه اللي هي اساسيه للطفل بيحصل عندي اضطرابات. الاضطرابات دي اشهرها اضطرابات السلوك واضطرابات الطعام واضطرابات النوم. اضطرابات السلوك اللي هي الكذب والسرقه وعظم الاظافر والعدوان والعنف، ده عظم الاظافر دي مشكله كبيره جدا، نتف الشعر والحواجب في بعد كده اضطرابات الطعام اللي هو بياكل كتير قوي يا اما ما بياكلش خالص. الاضطرابات الخاصه بالنوم، يا بينام كتير قوي مش عايز حد يصحيه يا ما بينامش. كل دي اضطرابات نتيجه نقص في الاحتياجات. فما نتكلم دلوقتي ليه اشهرها العدوان. اشهر العدوان لان الاهل في البيت سايبين الولد او البنت قدام التي في على طول، فبيتفرج على افلام مش مناسبه فيها عنف وعدوان، عدوان لفظي، عدوان بدني. الجيمات اللي شغاله دلوقتي مفيش توجيه، مفيش وقت، سوشيال ميديا، فخلاص هو قاعد عليه خلاص. طول ما احنا في المدرسه او طول ما احنا في الاجازه الولد قاعد، ففي طاقه ما بتخرجش. تمام. في نموذج في البيت مش كويس، يعني لو ما كانش الاب والام بيتعاملوا بعنف لفظي او بعدوان او لا قدر الله بيمد ايده، فهو شايف ده نموذج. طفل بيتعلم من القدوه اكيد. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الولد هيشعر بالغضب، هو متضايق ليه؟ في نقص في الاحتياجات، الام مش شايفاه، الاب مش شايفه، كم مهمل، ما بيتقدرش، ما بيتكلمش، فبيتكون جواه غضب. الغضب ده هيفرغه ازاي غير في العدوان. والطفل صغير اول بدايه العدوان لما يجي يفك لعبه او يكتشف حاجه او يكتشف زرار النور، فعلا بيبقى في عندهم عنف وبيكسروا في الالعاب. ليه؟ لانه بيتمنع. الام بتمنع، جايبه لعبه غاليه فمش عايزه يجي جنبها. احنا في سن الصغير دايما بنقول ان ما نجيبش حاجه فيها اجزاء صغيره، بس نجيب حاجه للفك والتركيب، عشان لما يفكها هيهدى، ما يحاولش يبلع حاجه كمان. طبعا ما يبقاش فيها اجزاء رفيعه علشان البلع، لكن تكون بتتفك وتتركب. فهو ما كسرهاش، فانا هرضي عنده الاستكشاف. بدايه العدوان هو منع الاستكشاف. فعلا بتحصل كتير جدا مع امهات كتير جدا، اللعبه دي غاليه انا شايله لما تكبر، واول ما يلعب بيها ويجي يمسكها تمنعها، فحصل فعلا منع. طب هو عايز يشوف مفتاح النور، ماما هتحرق اللمبه، فلا
طب الريموت هيبوظ، طب كل حاجة، لا. فلا مش ما فيش حاجة بيكتشفها في الفترة الصغيرة في بداية ان انا ابتدي اكتشف، دي مرحلة اسمها مرحلة العند. فالام بتعند قدامه انها بتمنعه، فيبتدي يعند زي ما ماما بتعند. فنعمل ايه؟ انا كمان هعند، فالام تتعصب تروح ضربه. اول بداية العدوان. فيتكون عند الولد ان لما اعمل حاجة او اللي قدامي يعمل حاجه مش مقبوله ابتدي اضرب، فهو كمان هيبتدي للعدوان. طب هو في سن مش هقدر اعمل، هي المفروض تديله فرصه. طب انا مش هقدر اضرب ماما مثلا، انا كبير ومش هقدر اضرب ماما. فنبتدي نعمل الرد ده على ايه؟ على اخواتي الصغيرين. ماما ضربتني فانا اروح اضرب اخواتي، مفيش حد معايا اخوات اروح ضارب العرايس، مش ضارب في الحضانه اضرب زمايلي. فبدايه العدوان هو بدايه العند اللي بتكونه الام. بتجيلنا اتصالات الظهر يا دكتور، بس احنا بنتكلم عشان انا معاكي وقت الحلقه الصراحه. انا تمام. مش عايزه اقطع حضرتك في الاتصالات. دي من اهم النقط، ان انا عندي اطفال ما شاء الله بيبقى بالذات الطفل الاول بيبقى نموه الجسدي سريع، لكن العقل لسه ما اكتملش، فبيبقى مش فاهم هو ايه مدى حركته والمفروض يعمل ايه وما يعملش ايه. فلما الام تمنع الكل ما هو بيحاول يعمله عشان يتعلمه، فده بيزود عنده العدوان. العدوان اكتر هي ما بتبتدي عشان هو قدراته العقليه قليله، بس هي شايفاه كبير، فتبتدي تمنع. لا هو المفروض يفهم، ده بيزود العدوان. في مشكله تانية خاصه بالهرمونات، اللي هي ان يكون الولد او الطفل عنده مشكله فين؟ في الغده الدرقيه. فده بيزود عنده الباور، فدايما بيبقى عايز يعمل، موده مش مظبوط، المشاكل بتظهر من هنا. اعالج ده كله ازاي؟ ان انا الولد يكون عنده مجال اللعب، مجال الاستكشاف، ما يبقاش في قدوه في البيت. يعني كانت في حاله في جلسه، احنا ما بنستخدمش الضرب في البيت خالص، ما بنعملش ما بنعملش، بس الاب والعم بيهزروا بالايد. فالطفل هو مش فاهم ده هزار، فهو بيلقط الحركه، بيلقط صح، هو ان انتوا بتضحكوا، هو ما يفهمش ان احنا بنضحك بالظبط، فهو شايف ان الحركه دي معناها انها مقبوله، وكمان ردها ضحك. ده اسمه التعزيز الايجابي للسلوك، في اللي هو اللاحق، انا بعمل سلوك وبعديه ضحك، او ان انا ببقى كويس وماما بتضحك فانا ابتدي اكرره تاني، وده يتعمل كتير. الجزء الاخر اللي احنا قلنا عليه الغضب، ان الولد جواه غضب، جواه غضب بقى من الاسره، جواه جه طفل جديد متدلع فيبتدي يغير، فيبتدي جواه يبقى فيه غضب. كل الحاجات دي انا اقدر امنحها من الاول، اسيبه يستكشف، اخليه يلعب ويفك لعبه براحته. ممكن انا اشيل الطفل الصغير واخليه يكتشف مفتاح النور، اللمبه مش اهم من ابني، لازم او اعمله اللي هو عايزه. الاستكشاف في السن الصغير هو غريزه، هو عشان حاجه عشان ما يربيش عنده عدوان بالظبط. النقطه المهمه ان كمان انا اهتم بالتغذيه والفيتامينات. في فتره كده كنا بنقول نمنع الشوكولاتات علشان بتهايبر الولاد وبتخلي، لا، الشوكولاته بتحسن المزاج للولد بس بقدر، يعني انا ما بديلوش قطعه كبيره فازود برضو السكر، حاجات معينه، نسب معينه، نسب مش معينة. حاجات كتير. ده بينفع مع حالات العنف ومع حالات العدوان. العدوان اللي احنا بنقول عليه دلوقتي هو التنمر اللي منتشر كتير كتير. ليه؟ لان زي ما قلت هو بيبدا من البيت. الطفل اللي بيبدا العدوان هو ما عندوش ثقه في نفسه، بيهمش في البيت. يمكن ده كمان مشكله اللي بتسبب بعد كده ان الولد هو عدواني ومخرب، لكن ما عندوش شخصيه. طب يا دكتور، جت لنا على صفحه البرنامج لما عرفت طبعا حضرتك هتنورنا النهارده، ام كلمتني ابنها عنده عدوان جامد جدا، فهي مش عارفه ازاي تتعامل معاه. حسب السن. الاول لا، هو صغير، يعني هو في اولى ابتدائي كده. اولى ابتدائي يعني من حوالي من 5 سنين لـ7 سنين. تعرف السبب كان ايه؟ هل هي بتتعامل معاه في البيت بعنف؟ هل والده كان بيتعامل بعنف؟ بتختلف يا دكتور التعامل مع الاطفال تبع السن، يعني طبعًا. كل سن ليه طريقه تعامل مختلفه غير طبعًا. السن الاخر، زي ما بين كل فتره سنيه ليها اكل معين، احنا كل فتره سنيه تعاملنا مع الاولادنا تبع بيختلف. السن بس الاساسيات ثابته، يعني الثقه، الاحترام، التقدير، كل الكلام ده ثابت، بس المقدار اللي بيختلف. انا مش هثق في طفل عنده 3 سنين انه يروح يجيب لي كوبايه شاي من المطبخ مثلا، لكن اقدر اثق في واحد عنده 7 8 سنين. عدوان في السن ده لازم اشوف البيت، لازم اعرف اكشف على الهرمون عنده، لازم اشوف عنده ايه المشكله، هل هي غيره من الاخ، هل قسوه من الاب، هل بعاقب بشكل جديد، هل في مشكله في المدرسه، هل عنده تاخر، لان الاحباط بيسبب العدوان. لو انا
طفل بجيب درجات قليله وانا شايف اصحابي اعلى مني وامي في البيت بتزعق وبابا بيحرمني، بس دي قدرتي. قدرتي صح. تمام؟ يبقى هنا انا لازم افهم ان دي قدره طفلي ودي امكانياته. ممارسه الضغط والقسوه هتعمل عدوان. تمام يا دكتور. إيه كده احنا طبعا عرفنا العدوان والعدوان عند الاطفال وازاي ان احنا نقدر نتعامل مع بصورة الطفل سريعة. العنيد او بصوره سريعه. هو الموضوع صراحه كان كل موضوع عايز حلقه، بس احنا حبينا ايه ناخد من كل موضوع كده ملخص حاجه بسيطه، لان طبعا مشكله الاطفال دلوقتي هي المشكله العامه لنا دلوقتي. الجيم اهم حاجه، كل البيوت صراحه يا دكتور الرياضة. يعني كل البيوت بيشتكوا اسحبه من الجيم بالرياضه بالخروج. ما مش مشترك في النادي، نجري في الشارع بكوره في اماكن امان وابقى تحت عينيا، حدائق عامه، لازم يخرج الباور غير في البيت الطاقه اللي عنده اكيد. طبعا برضو يا دكتور سريعا كده جات لنا برضو اسئله كتير جدا تخص الاسره وتخص الطفل كمان بالذات. ام بتشتكي ابنها بيسرق، طب هي تعرف ازاي بقى ان هو سرق او ايه اسباب بقى ان هو تخليه هو يسرق ليه؟ يعني بالذات ان هو طفل صغير دكتور، بيبقى ممكن بتكون يعني كل حاجته متوفره له، ليه بيسرق؟ هل ده بيكون مرض ولا دي بتبقى صفات مكتسبه ولا لا؟ السرقه في السن الصغير هي اضطراب سلوك، اضطراب سلوك نتيجه سوء في المعامله. ان انا بسرق لاسباب كتير، يا اما انا ممكن بتكون غيره مثلا يا دكتور من حد اول قدامه خطوه مثلا، ان انا في البيت ما عرفتش ابني او الطفل ايه الحدود. شوكولاته جبتها فدي بتاعتك ودي بتاعت اخوك، لا انا بجيب وبحط واللي عايز حاجه ياخد، فاللي ممكن واحد ياخد والتاني ما ياخدش. اكيد صح. ما بيخبطش على الباب وهو داخل، فمش عارف ان الاوضه دي بتاعت ماما مثلا، لو هو مسموح له يدخل وياخد منها اي حاجه. مسموح له يخبط على اوضه اخوه، يفتح درج وياخد قلم مثلا بتاع اخوه. فهنا الحدود مش واضحه، فهو ما بيسرقش، هو بياخد اي حاجه هو محتاجها. يعني هو يا دكتور ما يبقاش فاهم ان هو كده بيسرق، يعني لو هو دي فاكر النقطه ان الاساسيه الامور عاديه. لا لو دي النقطة الأساسية فهو مش فاهم يعني إيه سرقة، سنه صغير ومفيش حدود في البيت ومفيش ملكية ومفيش قانون الاستئذان، فهو هنا كده بيتصرف بعفوية، ده بقى بيتصرف زي واجب ما هو الام واخد. يا دكتور المفروض ان هي تبقى تعرفه مثلا، انت مثلا طبعا الاول قبل ما تاخد حاجه تستاذني، يعني هي المفروض تحط له نقطه على الحروف، ما بالظبط. تسيبش الدنيا كده. الملكيه، الاوض، الهدوم، ما يسمحش انه ياخد اي حاجه تخص اي حد بدون استئذان. دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان الولد يكون يا اما مرفه قوي يا اما بيتعاقب بشد قوي، الاثنين بيدوا نفس النتيجه. ان هو نوع من انواع الايذاء ورد العدوان عليا، ان انا هسرق ايه؟ هسرق حاجه تضايقك، هسرق حاجه انت محتاجاها. او الحرمان، ودي نقطه مهمه جدا. في امهات كتير تقول لك لا ما انا ما ادلوش مصروف، ده صغير ما يعرفش يعمل حاجه بيها، فانا اديله العصير والحلويات من البيت. فبيشوف اصحابه هم بيروحوا يشتروا، هي فهو لازم عايز. برضو لو هي حتى وفرت له يا دكتور العصير السندوتشات حاجته لازم كلها لازم يتعلم ياخد مصروف. لازم اولا هيضيعه مره، هيجيب منه مره صح ومره غلط، يتعود وعلمه ازاي يتعامل. لان لما هيحس بالحرمان، طب صاحبه اشترى حاجه هو مش عايزها وعندي في طب البيت. هنستأذنك معلش، انا اسفه والله انا منعت الاتصالات، بس الاتصالات جايه كتير جدا، ناخد اتصال سريعا كده بعد اتفضل. اذنك. تمام. الو الو، السلام عليكم. اهلا استاذه هبه، زي حضرتك؟ اهلا بيك، ازيك حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله، اتفضلي امورينا. بصي لو سمحتي، انا معايا حفيدتي. اتفضلي. عندها 4 سنين. ايوه. هي يعني بتسمع الكلام وفيها حاجات كويسه كتير، بس لما بتغلط ما بتحبش تتقفل. فخايفه يعني المشكله دي تكبر فيها. خلاص ماشي حبيبتي. استاذه هبه، استاذه داليا هتدور ترد على حضرتك، اتفضلي. بالنسبه للاستاذه هبه، الطفل بيقلد. فلو البيت ما بيعتذروش منها فهي مش هتعتذر. يعني انا لو جيت مثلا بديها حاجه ووقعت مني، انا اسفه، هي تتعود تسمع انا اسفه. احنا نعتذر للطفل الاول، فهو يتعلم بعد كده ان هو فعلا ان هو يعتذر ساعه ما يقع منه الحاجه او يعمل تصرف غلط. فلازم دي بداية، أنا أعتذر من الطفل وهو يتعلم بعد كده سياسة الاعتذار. تمام. نرجع تاني لموضوع السرقة. والله أنا بحاول أمنع الاتصالات من زمان، من أول ما عملت مع حضرتك الحلقات عشان أستفاد بقدر الإمكان بوقت الحلقة، بس المشكلة بقى علشان الوقت. بالنسبة للحرمان، إن قلنا إن الطفل ما معهوش مصروف، ما معهوش حاجات معينة، بيلون كتير أو بيحب الرسم، فالأم منع الألوان، فهو شايف أصحابه معاهم ألوان حلوة فيضطر ياخد منهم. فدي برضه بتعمل له مشكلة وبتضايقه.
عايز يجيب هدية لصاحبه وماما مش وماما منع ما الموضوع بتدينا. ده، بس ايه انا ممكن اخد حاجة من البيت اديها لصاحبي علشان ادخل الجروب ده لازم في مثلا. يعني ملخص الموضوع يا دكتور، الام تصاحب الابن البيت او البيت. ان ولما تحصل غلط انا اقبله ونصححه، لكن العقاب الشديد والخناق والزعيق وان انا مش هيجيب اخوفه نتيجة. او واهم حاجة في اي اضطراب هو القدوة، لو انا بكذب ابني هيكذب، لو انا باخد الابن شافني باخد من جيب باباه فلوس من غير ما سمعني وانا بستأذن، هيعمل خلاص هو نفس بالنسبه له الكلام دي حريه، فانا ممكن اعمل ده زي ويفكر ما ماما. الامر طبيعي. ايوه بيبقى بالنسبه له الامر الامر طبيعي، طبيعي. فهو الحرمان النفسي او العاطفي او الايذاء كله بيترد في موضوع السرقه. اكيد طبعا. حكايه بقى ان هو عنده كل حاجه فبيسرق ليه، احنا نقعد نتكلم معاه نشوف هو محتاج ايه وانا موفره له غيره. دي برضو بتبقى منتشره كتير جدا يا طبعا دكتور، كل حاجه بتكون متوفره له، دي بقى بتكون حاله مرضيه يا دكتور. لو اتثابت، لو بقى الهدف هو الايذاء في السر. يعني فعلا انا بشوف كتير جدا يقول لك هو غصب عني، وبعد ما بياخد الحاجه تلاقيه يقعد يعيط لان في الحاله المرضيه هي بتحقق له سعاده. السعاده دي بتيجي منين؟ بتيجي ان هو حقق ايذاء للمجتمع مثلا، لو بيسرق من محل لو او ايذاء لشخص معين هو متضايق هو منه، متضايق منه فبياخد حاجته وبالذات وبيرزق. الاب والام وممكن ياخد الحاجه وما يستعملهاش، يعني ياخدها ممكن ممكن يخبيها، يرميها او يعني ممكن يرميها. ياخد من حاجتها حاجه ويخبيها ما ومش يبقاش هحتاج منها محتاجها ما حاجه. بيستعملهاش، بس انا مجرد ان انا ضايقتها. بس ليه؟ لان انا عندي هنا مشكله. طب تتعامل معايا زي دكتور الام. اول حاجه ان انا هفهمه الحدود والملكيه. تاني حاجه ابطل حكايه تعالى اقسم مع اخوك الشوكولاتايه دي من غير ما اكون انا واقفه وقسمتها فعلا. عشان يبقوا الاثنين سوا حكايه بعض. انها عشان مثلا يتعلموا المشاركه، لا نعلمهم المشاركه بكل واحد ليه حدود. تمام. النقطه الثانيه ان انا اعرف احتياجات ابني ايه، هو محتاج يا ماما ان انا اشتري واصرف واعمل احققها. تمام. هو محتاج الوان، محتاج، مع ان على حسب عمر الطفل افهمه الميزانيه بتاعت البيت تسمح ولا لا تسمح، يعني ايه امانه، يعني ايه دي حاجه غيري. في طفل عشان مامته هتضربه لو ضيع القلم فياخد قلم زميله علشان ماما ما تضربنيش، لازم تقعد تفهمه كل نقلل حاجة. العقاب البدني عشان يبقى في مساحه من الامان انه يجي يحكي لي فما يضطرش يسرق. يبقى عنده خوف ورهبة مني. تمام. ودي نفس النقط اللي بنستخدمها في الكذب. الكذب برضو، ما احنا كلنا لسه هنقول برضو حضرتك برضو اسباب الكذب برضو يا دكتور، ازاي عند الطفل وازاي نتعامل معاه ان هي تكتشف لازم برضو ان طفلها بيكذب. اول حاجه اعرف السن، يعني الطفل من 3 سنين ل5 سنين هو ما بيكذبش، هو عنده حاجه اسمها خيال زياده. ليه؟ لان نصين المخ بينهم وصلات ما اكتملتش، لسه ما نمتش، ما اتعمل، ما اتكونتش. الوصلات دي هي اللي بتفصل ما بين الحقيقه والخيال. فلما هي مش كامله فممكن يقول لك نانا جت النهارده وقالت لي كذا، وبعدين يبتدي نحكي قصه شافها في الكرتون مثلا. هو ما بيكذبش عليكي، هو هما ده الاثنين خيال، تداخلوا مع انما بعض. ده مش كذب. لا ده مش كذب. فنيجي نقول له بطل كذب، ده ما حصلش، فيفهم يعني ايه كذب، فيبتدي احنا نثبت عنده المعلومه. احنا امتى نقول كذب؟ بعد سن ال5 سنين و6 سنين. طب ليه؟ لاما هو بيدافع عن نفسه، لان انت هتعاقبيه بشده يبقى هنا في عقاب الشديد، فيبتدي يحمي نفسه ان هو يقول لك لا مش انا اللي كسرت الكوبايه. تمام. ده اخويا مثلا حتى لو كان رضيع، لان هو مش عايز يتعاقب. النقطه الثانيه ان هو حاسس بالاقليه او الدونيه، ودي بنلاقيها في الحضانات المختلطه، ان لو الام مثلا بتهمل الطفل يقول لك لا دي ماما مهتميه بيا جدا، لو الام مثلا بتضربه لا ده ماما عمرها ما ضربتني. هو ابتدي يقول هو نفسه في، يا هو حبيبي نفسه يعني يتعامل هو فيه. هي ما بتحققش معاه ده فهو فشايف بيقوله. مثلا ان زميله ومامته جايه معاه، او مامته جايبه له كذا، او دي مامته بتأثر عليه وعلى نفسيته جدا، طبعا يا دكتور فيبتدي اكيد. يعيش في احلامه هي كانت ايه ويبتدي اثرت يقولها. ده معاه. مش كذب، دي تعتبر امنيات او احلام يقظه. فنيجي احنا نعاقبه عليها، ما نفهمش منه احتياجاته ونبتدي نحققها. ما شاء الله عليك يا دكتور بجد تمام. والله، انا بستمتع بالحلقة معاكي ربنا بجد والله. يخليك يا نير. فالحل هو الحوار، وان انا بعد كده في وسط الكلام افهمه ان انا مش هعاقبك، ولما تكذب بالذات في الدرجات في السن الاكبر من 4 و5 يبتدي جايب رقم مش كويس، فنبتدي نخبي الورقه او نخبي الامتحان او جبت كام، لا انا جبت الفول مارك. ليه؟ لانه هيتعاقب وهيتحرم مثلا من حاجه محببه فهو ليه، بيخاف ان هو مش قصده ان هو يكذب. او بالظبط هو بيحمي نفسه. طب هو لو بيكذب فعلا يا دكتور، يعني فعلا انا عارفه الموضوع متاكده منه وعارفه ان هو بيكذب فيه حقيقه، ساعتها اتعامل معاه نبدا ازاي بقى؟ الحوار بان مش انت كذاب،
انت شايف ان انت فعلا الموضوع تم كده، بس انا حاسه ان ممكن يكون انت مخبي عليا حاجه. لو انت خايف مني انا بقول لك ان انا مش، انما اسلوبه بقى انت كذبت وتضرب وتزعق، نبتدي ممكن بالتطمين، نبتدي بان انا هتقبل اي حاجه تسحبه وتاخدها واديله فاصل، بالمسايسه. مش ورا بعض، اديله فاصل. طب فكر كده وتعالى بعد 10 دقايق نتكلم تاني. فهيجي يقول لك يا ماما لا انا اسف، ده الحقيقه حصلت كذا كذا، انا مقدره ان انت كنت خايف، وانا بقول لك ما تخافش، ده كانت مشكله غلطه مني انا، وانا اللي اسفه. بعد كده احنا هنتعامل بصراحه ومفيش عقاب، بس ما تحلش الغلط بغلط. يعني لو في غلط نحله بالصدق مش بالكذب. مش بالكذب. طول ما الولد والبنت مطمنين هيجوا يحكوا وهيجوا في اي يتكلموا. سن يا دكتور في التعامل؟ في اي سن. بس البدايات اهم، ان هي الاساس، الاول اساس. يعني هو لسه انا لو صغير معوداه على كده، غير ما يبقى عنده 16 17 سنه ولسه هبتدي معاه حوار انك ما تكذبش عليا، تبقى صعبه دي بقى يا تبقى دكتور. صعبه، بقى بس دي مش تحتاج هتعرف جلسات برضو تلم قويه. هي الموضوع معاه بتحتاج او جلسات معاها. قويه لان بتبقى خلاص بقت عاده. الحقيقه دكتور كلامك ممتع وجميل بجد ربنا والله. يخليك يا وفي موضوع تاني برضو كنت حابه اتكلم معاكي فيه، هي مشكله دايما بتيجي لاهالي كتير جدا وناس كتير جدا بيعانوا منها، سواء دلوقتي هي كانت بالذات بتبقى في الشتاء، دلوقتي برضو الصيف او الشتاء، اللي هو التبول الارادي. يا دكتور عايزه كده تمام حضرتك تكلمينا عنه، بس يا رب ربنا يبارك لنا في وقت تمام الحلقه يا ان رب. شاء الله. التبول اللا ارادي يمكن منتشر قوي الفتره دي بسبب فقدان عامل مهم قوي في الاسره اللي هو الامان. الطفل لما بيعمل كده على حسب تحليل فرويد ان هو بيحاول يرجع لمرحله الطفوله لما كان بيعمل كده، لان الدفء اللي بيحسه بعد عمليه التبول بتحسسه بمرحله مكان صغير. طب معلش يا دكتور سيبولي خلاص، للاسف انا بقول لحضرتك تمام. الحلقه بتجري مع حضرتك، سريع ان انا سريعا اكشف كده على كلمه عشان الولد او نقفل الطفل ان الحلقه انا ونبقى اعرف نكمله بعد كده ما ان شاء الله. عندوش اي اصابه ولا لوز ولا التهابات مثانه ولا كلى ولا اي حاجه. ابتدي اعرف خناق عالي، صوت عالي، خلافات زوجيه، ضرب، اهانه، رعب، كل الحاجات دي بتعمل تبول لا ارادي. ان ايه ممكن تكون اعمل عامل عكس وراثي. غير العامل الوراثي طبعا، ان مع شاء ان انا الله. اشوف العامل البدني او البيولوجي بالكشف، ان انا لو في وراثه هتطول معايا شويه، لكن مع العلاج بتجيب نتيجه. ان شاء الله. انا متشكره قوي يا نيرة على لا الحلقه. الحلقه جميله، وللاسف والله انا كان نفسي، لا لان موضوع خالص، التبول الارادي ده موضوع كبير يعني اكتر من الموضوعات اللي ناقشناها. ان شاء الله نبقى نكمله باذن الله ان بقى شاء الله. باستفاضه كامله. وسعيده جدا بيكي النهارده، ربنا نورتيني يا استاذه يخليكي يا داليا. نيرة، ميرسي متشكره ليكي ليكي جدا. لحضرتك. وعليكم اعزائي المشاهدين، يا رب تكونوا استفدتم من حلقتنا النهارده مع الاستاذه الجميله اللي مشرفاني ومنوراني النهارده، الاستاذه داليا عزام، اخصائي صحه نفسيه وتعديل سلوك، استشاري نفسي واسري. وان شاء الله هنكمل حلقاتنا وموضوعات كتير جدا تهم كل بيت وكل اسره من خلال برنامجكم نور الحياه. استنونا ان شاء الله مع برضو استاذه داليا وضيوف كتير جدا ان شاء الله، الحلقه تنال اعجابكم باذن الله. في امان الله، كانت معكم نير الخولي.